بس خليني دلوقتي اكلمك على الماتش. الماتش بتاعنا مع الوداد المغربي بتاعنا. مين يا عم يوسف؟ بتاعنا الاهلي. وانت اهلاوي ولا زملكاوي يوسف؟ لا يا فندم انا زملكاوي، بس الاهلي رايح يلعب، ما شجعوش ليه؟ الاستعدادات بقى، الاستعدادات. يا ترى هل ترى احنا هنعمل ايه في الماتش ده؟ انا طبعا الحقيقه ومن قلبي وربنا عالم، انا اتمنى فوز ساحق للأهلي، لأنه في وجهة نظر المتواضعة جدا ده فوز في هذه الحال للكرة المصرية. طبعا ده بخلاف هدف صلاح في مانشستر سيتي واللي فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي. هنا بقى هنبدأ نتكلم شويتين، شوية على الماتش بتاع الأهلي والوداد اللي هيتلعب في المغرب، وشوية نتكلم على مو صلاح. مو صلاح زميلنا العزيز وناقدنا الرياضي المعروف محمد عراقي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا بكل متابعينك، بتشرف دايما بالتواجد معاك. احنا اللي متشرفين يا محمد حبيبي. اهلا بحضرتك. قول لي يا محمد، ماتش الاهلي والوداد، يعني ايه معلوماتك عن الاستعدادات الحاليه وتوقعاتك ايه بالنسبه للماتش ان شاء الله؟ باعتباري زملكاوي ادعي للاهلي بالفوز برضه. طبعا دي روح محترمه من حضرتك طبعا، وده طبيعي فعلا. كلنا كمصريين، الاهلي دلوقتي بيمثل مصر، وطبيعي جدا كلنا نبقى وراه، كلنا ندعمه، لان فعلا بطوله قاريه مهمه جدا، بطوله صعبه جدا، بطوله الكاف صعبها اكتر واكتر على النادي الاهلي. واسمح لي يا يوسف ابتدي معاك من الاخر، يعني مش هبتدي معاك من الاول، يعني يمكن خلاص من قبل دقائق بالظبط يمكن الاهلي اعلن ان هو تسلم 2500 تذكره فقط من المباراه. طبعا دي حاجه غريبه جدا لحد دلوقتي النادي الاهلي مستغربها. احنا المفروض طبعا لينا حوالي اكتر من 12000 تذكره، ولكن الاهلي تسلم لحد دلوقتي 2500 تذكره فقط. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني ارسل مناشده طبعا للسفير في المغرب، يعرف الموضوع ايه وسببه ايه، ان لحد دلوقتي 2500 تذكره بس هم المتاحين لجمهور النادي الاهلي. يعني كنا احنا بنتكلم معاك قبل كده لو تفتكر عن قصه تعنت الكاف مع مصر بشكل عام، مش هنتكلم عن الاهلي بس، وشفنا اللي حصل في مباراه السنغال، وشفنا اللي حصل كميه التعنت اللي حصلت مع مصر سواء في الاحداث اللي حصلت هناك او في يعني تعامل مع شكوى بتاعت مصر في قصه اعاده المباراه. شفنا قد ايه الكاف كان متجني علينا. مع الاهلي بقى كمان استمرار للمسلسل ده، يمكن الاهلي اقامه المباراه في المغرب نفسه، برضه انسحاب السنغال المثير والمريب اللي احنا اتكلمنا عليه، ما عرفناش السنغال انسحبت ليه في الوقت الاخير دوت، فبالتالي المباراه اسندت للمغرب هي اللي كانت الوحيده اللي طلبت التنظيم. بعد كده يعني كميه بقى تعنت كبير جدا دلوقتي في التذاكر كمان، كان المفروض الاهلي ليه 10000 تذكره والوداد ليه 10000 تذكره، في حوالي 25000 تذكره حره، معنى 25000 تذكره معناها ان هتبقى للمغاربه، المباراه بتقام في المغرب، فبالتالي انت حكمت على المباراه ان ال 35000 متفرج مغربي تقريبا او اقل بقى من 3 4000 مشجع مصري، لان انت حتى لو معاك 10000 تذكره فانت عمرك ما هتقدر تودي 10000 في واحد في يوم المباراه. لا كمان بقى استمرار للمسلسل كله، انت ما استلمتش 2500 تذكره، يعني انت حتى لو قدرت تصفر 5000، ده طبعا انا بكلمك طبعا لحد الوقت الراهن، يعني لحد الوقت الحالي اللي انا بكلمك فيها دي، المشكله دي لم تحل والاهلي ما استلمش حصته من التذاكر. لو بتتكلم بقى على الجانب الفني، فطبعا يعني عايز اقول لك ان الموسيماني فعلا قادر ان هو يفصل الفريق بشكل كامل عن الاحداث دي كلها، يعني تركيز كبير جدا، اصرار من اللعيبه ان هم يحققوا البطوله للمره الثالثه، ويحققوا انجاز لنفسيهم، ويحققوا انجاز لناديهم وانجاز لبلدهم، هو ده التركيز الكبير من لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله يمكن الفريق استعاد يمكن عدد كبير جدا من اللاعبين المصابين، على راسهم حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج، ياسر ابراهيم. يمكن للاسف بس محمد عبد المنعم هو يمكن في صعوبه كبيره جدا على الحق بالمباراه، وهو خساره فنيه كبيره، لان هو يمكن واحد من افضل المدافعين دلوقتي في مصر، ولكن اعتقد ان برضه زملائه قادرين ان هم يسدوا العجز اللي موجود في الفريق بسبب الاصابات، وكلنا كله امنياتنا طبعا للنادي الاهلي ان هو يقدر يحقق البطوله ويفوز بالبطوله زي ما انت قلت، الاهلاويه والزملكاويه كل المصريين بيتمنوا كده. طبعا. طب انا عندي يمكن سؤال هو واسع وفضفاض، هو ليه كل التعنت ده؟ ومين اللي مسؤول عن هذا التشدد من الكاف؟ واحنا هنعمل ايه؟ يعني ما انا طيب انا المره دي اعترض، طب وبكره وبعده والسنه الجايه؟ ايه بقى؟ بص يا استاذ، فانا اقول لك سبب التعنت ايه؟ هو سبب التعنت ان احنا
كبار زياده عن اللزوم يعني زي ما بيقولوا. احنا في بطوله افريقيا لما نيجي نتكلم عن بطوله افريقيا فاحنا اكتر منتخب واخد بطوله افريقيا. كمان بقى لو كمان قدرنا نخلص قصه كاس العالم ونوصل باستمرار لكاس العالم كده احنا هنفرق بكتير قوي 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 عن كل البلدان الثانيه. الاهلي برده بقى له بطولتين بياخدهم على التوالي، فبالتالي اي حد بينظم ممكن يبقى شايف ان ده كتير يعني، ازاي بقى تاخدها للمره الثالثه على التوالي؟ لا ممكن تروح بقى النادي تاني افضل او كده. طبعا ده فكر يعني عقيم. ما في اوروبا مثلا ما ريال مدريد خد البطوله ثلاث مرات ورا بعض عادي جدا ما فيش اي مشكله، وهو اللي ياخد البطوله هو الاكفأ. بس الاكفأ والاكبر احنا مش قاعدين بنعمل حصص، المفروض ما تتدخلش. اه صح كلامك مظبوط طبعا، المفروض ما تتدخلش، المفروض ما يبقاش ليك اي توجه، انت المفروض جهه محايده بتدير المسابقه او بتدير البطوله، ما بقاش ليك اي تدخل وما بقاش ليك اي. وطبعا مش عايزين نتكلم طبعا عن المغامرات اللي بتتم للمسؤولين الكبار في الكاف اللي هم اساسا يعني اغلبهم مغاربه واغلبهم سنغاليين. يعني حظنا الوحش ان الفتره الاخيره كل تقريبا مباراتنا المهمه كانت مع السنغاليين والمغاربه، هم اقوى ناس دلوقتي طبعا في الكاف بسبب طبعا فوزي لاكجا بسبب فاطمه سموره. يعني كل طبعا الاحترام للشعبين سواء الشعب السنغالي او الشعب المغربي، دول دي حاجه، وقصه ان احنا نتكلم عن مجاملات بتتم ضدنا او كده بسبب بعض الاشخاص دي حاجه ثانيه خالص. ولكن انا عايز اقول لك ان رغم كده يعني استقبال حافل من الاخوه المغاربه للنادي الاهلي في المغرب، كان ده اكتر من صديق لينا هناك اكد لنا ده ان فعلا الاستقبال هناك محترم، استقبال يليق بالنادي الاهلي، استقبال يليق بالشعب المغربي المحترم. ولكن يعني بيبقى في بعض المسؤولين بس هو اللي بيبقى فيه تعنت منهم. احنا لا نقبل التعنت ولا نقبل الظلم سواء حتى لو كان من المصريين، يعني لا نقبله، واحنا مش عايزين غير حقنا سواء للمنتخب او للنادي الاهلي اللي هو بيمثلنا دلوقتي. طيب ماذا عن صلاح؟ يعني صلاح ده زي ما بيقولوا كده يعني مش عارف اقول لك ايه، ده الحاجه كده اللي هي بتخلينا كلنا نفتخر ان احنا مصريين. يعني طبعا اكيد كلنا بنفتخر ولكن بزياده شويه. يعني الواحد لما يروح اي بلد كده، انا سافرت مثلا مع الكاميرون مع المنتخب، كان كل جمهور الكاميروني قاعد بيشجع يقول لك عشان محمد صلاح يعني مثلا، ده كمثال يعني. الراجل اللي مخلينا بنروح في حته ثانيه خالص، امبارح دوري ابطال اوروبا اللي احنا كنا بنتفرج عليه للمتعه، كنا دايما كده نجيب اللب ونقعد والفشار ونقعد نتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا ده للمتعه. اول مره نبقى بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا واحنا متنشنين، مش اول مره، ثاني مره لما كنا وثالث مره كمان لما كان البطوله اللي خدها وبطولتين خسرهم. يعني خلاص احنا الراجل ده ودانا في حته ثانيه خالص، وودى طموحاتنا في حته ثانيه خالص، هداف الدوري الانجليزي، افضل يعني يعني مساعد الاهداف في الدوري الانجليزي، اجمل هدف في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي للمره الثالثه، ده رقم كبير جدا جدا جدا، بطولات كبيره، خد كل البطولات مع ليفربول، الدوري، دوري الابطال، السنه دي واخدين كاسين، كاس العالم للانديه، كل البطولات المتاحه خدها مع ليفربول. وطبعا اكيد هو مساعد كبير جدا جدا لمنتخبنا الوطني، ساعدنا بكده في صعود لكاس العالم، ما حلفوش التوفيق المره دي، ولكن وصلنا للمرحله النهائيه مع اقوى فريق في القاره الافريقيه. نفس الكلام في بطوله افريقيا، رغم ان احنا مش ما كناش في الخمسه الكبار، ولكن برضو بمجهود اللعيبه ومجهود صلاح قدرنا نوصل للمباراه النهائيه. الراجل ده بيكتب التاريخ في حته ثانيه خالص، يعني كفايه منافسته الدايمه على افضل لعيب في العالم وحصوله على افضل لعيب في افريقيا، لا يعني كل بصراحه يعني كل الفخر كلنا فخورين بيه. يمكن لسه اتحاد الكوره وانا بكلمك اصدر بيان طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام، اصدر بيان يعني بيشيد بمحمد صلاح وبيؤكد على الانجازات الكبيره اللي حققها رغم طبعا خساره دوري ابطال اوروبا، ولكن الراجل حقق انجازات كبيره جدا 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 في السنه دي كمان، يعني السنه اللي احنا بنقول ان هو خسر فيها، لا ده هو عمل نجاحات كبيره جدا جدا جدا. فيعني كل طبعا التوفيق لمحمد صلاح نجمنا الكبير. النهارده شفناه وهو بيحتفل، يعني كلنا انبسطنا وهو بيحتفل النهارده ببطولتين الكاس اللي خدهم مع ليفربول والاحتفالات الكبيره في مدينه ليفربول والتقدير الكبير ان الصوره اللي في الواجهه لفريق ليفربول اللي تبقى على الاتوبيس تبقى لمحمد صلاح، قد ايه الناس دي بتقدر محمد صلاح وقد ايه الناس دي بتشوف محمد صلاح في مكانه ثانيه. ادينا شفنا سون مثلا لما خد مناصفه مع محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي، شفنا في كوريا عملوا معاه ايه واستقبال الابطال. اعتقد ان محمد صلاح بيكتب التاريخ في حته ثانيه خالص، واعتقد ان هو لما يجي هيلاقي الاستقبال ده وهيلاقي الترحاب ده وهيلاقي كل المصريين في ظهره وبيقولوا له احنا شايفين اللي انت بتعمله، فخورين باللي انت بتعمله، حاسين باللي انت بتعمله، بالمجهود الكبير اللي انت بتعمله. وان شاء الله باذن الله محمد صلاح يكمل مسيرته بالشكل ده، وهو كمان يبقى ليه دور ان هو يطلع لنا اكتر من محمد صلاح في الفتره الجايه. صحيح، وانا اظن هو بيعمل كده بشكل غير مباشر كمان. انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز الناقد الرياضي محمد عراقي.